نصب عليكم مرة تانية، وخلينا دلوقتي نصبح على زميلتنا دينا شرف ونروح نتعرف منها على إيه آخر أحوال الطرق والشوارع في القاهرة الكبرى والمحافظات، ونتعرف منها أيضا على أسعار الذهب والعمال. صباح الخير دينا. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير يا دينا. صباح الخير والسعادة. أخبار كتير قوي معاكي بقى. النهاردة فعلا هنبدأ فعلا جولتنا دلوقتي المرورية مع حضراتكم، وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي، خصوصا إن الناس بدأت تنزل. هنبدأ جولتنا من القاهرة وتحديدا من كوبري أكتوبر المتجه لمنطقتي رمسيس وغمرة، هنلاقي فيه سيولة مرورية. أما اللي مكمل أعلى الكوبري في اتجاه العباسية هنلاقي كثافات بسيطة، ولو هنفضل ماشيين لحد ما نوصل لكوبري تحيا مصر اللي بيشهد سيولة مرورية، وهندخل الكورنيش هنلاقي بعض الكثافات الغير مؤثرة، ولو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك سيولة مرورية كبيرة، وهنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي كمان، وهنفضل مكملين لحد كوبري الروضة هناك بعض الكثافات. ناخد بالنا بقى ان في تقرر غلق طريق بن زايد الجنوبي لمدة شهر، مما هيستلزم مننا إجراء بعض التعديلات لتسيير حركة المرورية. وكمان الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية تزامنا مع تنفيذ أعمال تطوير طريق الأوتوستراد، والمتضمن تنفيذ كوبري دوران للخلف أعلى طريق الأوتوستراد بمنطقة المجزر الآلي. ده هيستلزم غلق كلي لشارع الصيانة المتفرع من طريق الأوتوستراد حتى شارع الجزائر، وهيكون في تحويل لحركة المرور تجاه شارع المذبح لتنفيذ القواعد الخرسانية للكوبري. هرجع مرة تانية معاكم إن ظهرت بعض الكثافات المرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم إلى مناطق حلوان وإلى المعادي والمقطم. كذلك كمان في ظهور كثافات مرورية المتجه في منطقة بين الجبلين وصولا ل 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل، وفي كثافات مرورية المتجه إلى شارعي عباس العقاد، وكمان ظهرت كثافات أعلى دائري المرج المتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي منه إلى الأقاليم، وظهرت بعض الكثافات بشارع صلاح سالم والطيران، ده بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء. نروح جولتنا لشوارع الجيزة ومرور أو محور 26 يوليو القادم من أكتوبر، في بعض الكثافات المرورية المتجه إلى ميدان لبنان بتقل شوية عند نادي الزمالك وعند كوبري 15 مايو. هناخد بالنا من غلق ميدان سفينكس بسبب إنشاء محور 26 يوليو الموازي وربطه بالطريق الدائري من خلال شارع أحمد عرابي. الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت بعض التحويلات المرورية لتفادي حجم الكثافات، وده طبعا مؤثر على شارع جامعة الدول العربية ومسبب بعض الكثافات، لكن المحور المتجه إلى أكتوبر فيه سيولة مرورية. هنكمل جولتنا من شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين لمسافة بتصل إلى 500 متر، ده بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع. الكثافات بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، ده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية، ده بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق، وكمان إلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة. ظهرت بعض الكثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطلبية، في كثافات كمان المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع اللي بيصل أو شارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. كمان ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا مناطق بولاق ومبابة. بالنسبة لمحور صفت في كثافات مرورية، دي بتزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة. وناخد بالنا ان الشركه المنفذه لاعمال توسعه مطلع الطريق الدائري القوس الشرقي المنيب للقادم من مناطق شبرا منطقة طريق المريوطيه والمؤدي الى الطريق الدائري اللي هو القوس الشرقي اتجاه مناطق المنيب عملت غلق كلي لمطلع الطريق الدائري في المنطقه المشار اليها، على ان تكون مواعيد الاعمال على مدار 24 ساعه حتى انتهاء الاعمال. نروح بقى لمحافظة القليوبية، هنروح شبرا الخيمة، هنلاقي كثافات مرورية في الشارع الجديد لكنها متحركة، ويفضل كمان استخدام محور الفريق العصار اللي عايز يروح منطقة شرق القاهرة، وخاصة القادم من طريق شبرا بنها الحر. أما القادم من الزراعي دي بتظهر كثافات مرورية بطريق اسكندرية الزراعي، ده بسبب زيادة أحمال السيارات في الاتجاه القادم من الأقاليم وصولا إلى القاهرة، وبيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة ده وسط متابعة
بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرية بتظهر بالطريق، ده لمنع ظهور زحام مروري للمركبات. لكن القادم من الزراعي متجه للدائري سواء الجيزة أو المرج في سيولة مرية، ما عدا بعض الكثافات البسيطة لكنها غير مؤثرة بشكل كبير. هنكمل جولتنا المرية ونروح معاكم بورسعيد، وتحديدا من شارع أوجينا هنلاقي هناك سيولة مرية، ولو كملنا هنروح على شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة، هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرية، ومن طرح البحر هندخل على شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرية كبيرة مكملة لحد آخر الشارع. كده خلصنا معاكم جولتنا المرية، وحابولنا ناخدكم جولة في شوارع محافظات مصر المختلفة. تعالوا بدلوقتي بقى نتابع معاكم متوسط أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة. هنبدأ معاكم من الدولار الأمريكي وسعر البيع 24 جنيه و50 قرش و24 جنيه 57 قرش للشراء، اليورو 25 جنيه 47 قرش للبيع و25 جنيه 55 قرش للشراء، الجنيه الاسترليني 29 جنيه 63 قرش للبيع و29 جنيه 73 قرش للشراء، فرنك سويسري 25 جنيه و90 قرش للبيع و26 جنيه للشراء، اليوان الصيني 3 جنيه 41 قرش للبيع و3 جنيه 43 قرش للشراء. وبالنسبة للعملات العربية، سجل الريال السعودي 6 جنيه 52 قرش للبيع و6 جنيه 54 قرش للشراء، الدينار الكويتي 79 جنيه 69 قرش للبيع، 79 جنيه 96 قرش للشراء، واخيرا الدرهم الاماراتي سجل 6 جنيه 66 قرش للبيع و6 جنيه 69 قرش للشراء. بالنسبه لمتوسط اسعار الذهب، عيار 18 سجل النهارده 1239 جنيه، عيار 21 سجل 1445 جنيه، عيار 24 سجل 1651 جنيه، واخيرا جنيه الذهب وصل ل 11560 جنيه. اخذناكم في جوله عن المرور واسعار صرف العملات وكمان اسعار الذهب، لكن دلوقتي هنروح لمصطفى وجمانه علشان نبدا معاكم فقره صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دين. شكرا.